عبد الله، ازيك عبد الله؟ السلام. عندك قصيدة عن الأم؟ أيوة. أولا مين اللي كتبها؟ فارس قطرية. تمام، اتفضل. تحب أمك عشان أمك أحن الناس على همومك، بتغسل قلبك الزعلان، لا بتعيبك ولا تلومك، ملكش أصحاب فبتصاحبك وبتهون عليك صعبك. إن كنت مكمل أيامي أو في شيء حلو فاضلي، فالشيء ده إنك لسه معايا، وجودك يا جميلة في ظلي. خليكي معايا وما تسيبنيش وبلاش تكبري، كتر خيرك. أنا ياما ماليش ولا حضن أمان ولا حتى مكان ضمني غيرك، ورحت تروح عني العيشة، والله ما ليا إلا وجودك، لا ونس ولا ناس ولا تحويشة. مامتك بتحبك وفخورة بيك جدا، هي عندها مشكلة واحدة بس، إنها تعبت من كتر حبك في التاريخ. عمال تتكلم معاها في التاريخ وتحكي لها كل التفاصيل. ما بيتكلمش معانا في الأوضة قبل الماتش غير في التاريخ. إيه رأيك بقى نسميك جبرتي العبقرة؟ مين الجبرتي؟ اللي حضر فترة محمد علي، قبل محمد علي حضر المماليك كلهم بما فيهم علي بيك الكبير. من إبراهيم كانت خدها لعلي بيك الكبير، هو اللي أرخ لفترة المماليك محمد علي والحملة الفرنسية. هو اللي أرخ لفترة المماليك والحملة الفرنسية ومحمد علي. إيه رأيك نسميك جبرتي العبقرة؟ يعجبك الاسم ده؟ جبرتي العبقرة. دلوقتي عندك سؤال، وفريق الهنود الحمر مزنوق في 10 نقط. ماشي، عايزين نحسن السكور شويه. ماشي. صوره وشخص.